عودة مرة أخرى إلى ملعب اللقاء مع الزميل العزيز عمرو نبيل، ولقاء أجراه مع الكابتن سيد ياسين المدير الفني لفريق إنبي. نتابع. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا التعادل مع النادي الأهلي دايما بيبقى تعادل بطعم المكسب. النقطة النهاردة خليتك إن أنت تتصدر الجدول، فما تنهي الدور الأولاني بتاعك وأنت متصدر الجدول دول، فدي حاجة بتديك دفعة للدور الثاني، وفي نفس الوقت بتخليك تاخد ثقة. فالحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا النهاردة وقدرنا ناخد البونت. كان نفسنا ناخد الثلاثة بس الحمد لله. ثلاثة بونت النهاردة، أنت مش عاجبك البونت كمان؟ كنت محتاج ثلاثة بونت. طبعا لا طبعا الحمد لله رب العالمين، بس أنت المفروض إنك أنت بتنزل تلعب على الثلاثة بونت، حتى لو يعني بتلعب النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي فريق كبير وفريق محترم، لكن أنا بنلعب دوري واللعيبة في الملعب، حالة اللعيبة في الملعب اللي بتفرق. فالنهارده كان المفروض ان احنا يعني الحمد لله رب العالمين نستغل الحاله بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي برده مضغوط وبيلعب كل 3 ايام ماتش، فدي كانت حاله برده احنا كنا عايزين نستغلها النهارده. فالحمد لله ان ربنا قدرنا حتى وتعادلنا، فدي كانت في حد ذاتها نقطه كويسه بالنسبه لنا. سيد، واضح ان في هدف في نادي انبي واللي انتم شغالين عليه، سواء جهاز فني او اداره، ان اللي انتم ناويين تعملوا حاجه السنه دي، اللي انتم متواجدين طبعا لصداره الدوري ومن خلال طبعا النتائج الايجابيه، اكيد في هدف اللي انتم شغالين عليه الفتره دوت. شايف الهدف ده انت هتشتغل عليه اكتر الفتره الجايه؟ والله الاستراتيجيه بتاعت نادي انبي مش يعني مش هي الدوري بس. انت النهارده يعني الفرقه بتاعت انبي النهارده العشر لعيبه او التسعه الاحتياطي كلهم تحت السن، فده جدا ان انت بتشتغل عليه. فاللعيبه بتاعتك النهارده انت بتعمل حاجه في حاله في الدوري النهارده، ودي استراتيجيه النادي بتاعت مجلس الاداره الاستاذ ايمن، انك انت النهارده بتعمل حاله في الدوري، انك انت النهارده بتشتغل وبتطلع لعيبه وبتصدر للكرة المصرية لعيبة صغيرة في السن ولعيبة مبشرة ان شاء الله هيبقى ليها باع طويل ان شاء الله. وفي نفس الوقت كونك انك انت النهاردة بالشكل ده عندكش كانش عندك قيد في البداية، وفي نفس الوقت ما دعمتش في يناير، وفي النهاردة بتبقى انت متصدر الدوري، فدي حاجة كبيرة جدا يعني.